فيديو اليوم راح يكون انه نحن راح نتخبى بس بالبيت. بس بالبيت كثير برد برا. ايه برا كثير برد. ملينا وشعبان وامينة وعبير راحوا على المدرسة. يعني ما في شيء نسوي. تعي ماما نلعب امي راح تدور علينا والبخسر بدور على الثاني. يعني اول شيء امي بعدين بتغير. يلا دي نحن رايحين نتخبى. انت خليك هون. اوكي انت روحوا تخبوا على السريع. انا بدي ادور عليكم. بكسري انا اتخبى في كتير. ما بنجي. يلا دي دي دي. يلا ما بس تشوف وين. يلا ما بس خليك روحان. ايه بس عد لها العشرة. بس عد لها العشرة. بدي اطلع من الصالة. لا انا عشرة. عن جد بها عشرة. 30. يلا دي. يا الله والله صعب الشغلة. يلا تركنا امي هنيك بسرعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. قولوا لي استني شوي. تسعة عشرة إحداعش اثناعش ثلاثاعش أربعتاعش خمستاعش. وصلت للنص. ستاعش 17 18 19 20. يلا بقي 10. 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 بسرعة. أقول ال 30 وأطلع. يلا وفاء. يلا شامو. 30. خليني أروح أدور عليهم. أنا تخبي هوني. خليني في هاي عبير. هاي عبير حيطة هون أكلات مشان ما توصل عليهم. هاي عبير بخبي الأكلات من شامو. مخبي كأندي عشان ما تقليهم. طب انا عبقلهم. انا ما بتدوي. خليها تدوي. انا مرتاحة هون. يلا نطلعين نشوف ايش في كمان. وين متخبيين؟ يا ترى هن بهي الأوضة؟ هذيك شغال فيها الضوء. وفاء في حدا هون. وفاء شفية هون؟ لا ما لهون. وفاء وفاء شامو هون. احيانا بتخبوا احيانا هون بتخبوا تحت الطاولة. كمان لهون هون اكيد هون.
وفاء وفاء اطلعي وفاء وفاء ماذا هو يا ربي وين راح تكون صعبه الشغل عن جد صعبه وفاء بيكون هون شوفي تلعب بالبيجامة اي ريحة طين هي هون خدعوني فيها هذا جاكيت شعبان وفاء شامو وفاء شامو طلعوا حبيباتي بدي اعطيكم بدي اعطيكم اكله كثير طيبه اذا طلعتوا عن جد وبدي اشتري لكم شغلات كثير حلوه كمان يلا وينكم وفاء هاي الاوضه ما معقول يكونوا هون معقول يكونوا هون يا ربي يا ربي وينهم؟ أكيد أكيد هنن بالحمام حتى بالحمام ملا موجود إيه وينه؟ وفاء شامو وينهم عجب؟ عجب طلعوا ولا برا على البلكون؟ والله يمكن طلعوا بس لا ما كان في حدا يعني أنا كنت لحالي هون وفاء وفاء يا الله وينهم؟ تعال بالكم ما في حدا وينهم هدول؟ وفاء لحظة شوي أصدقائي أكيد هن بالخزينة جاي صوت من الخزينة وفاء انت هون الله لا اديني صلي ساعة نايمة نمتي يخرب بس انت عدوكي امرك صلي ساعة عم بدور عليكم والله والله صوت ولا احس وين شيف وفاء انت هون الله لا اديني صلي ساعة نايمة نمتي يخرب بس انت عدوكي امرك صلي ساعة عم بدور عليكم والله والله صوت ولا احس انتي ما لقيتي شيء؟ ده ما لقيتها وين شيء؟ ما بعرف هيك خربتي الاغراضة؟ ايش شو هاد؟ غلط نمت ايش شو هاد؟ اكلات عبير حطوها مشان ما تاكلوني شام ليش حدا بحط اكلات يا جماعة حدا بحط اكلات بخزينة شام مشان شام ما تاكلون؟ يا عبير شقد مجنونة؟ اكلتهم وينه وينه وينه؟ هذا انت هون؟ هذا انت هون؟ انت هون؟ انت هون؟ لك شو وسعك من الخزانة؟ يعني بوسع يعني بوسع 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 صغير اوي يلا شلون تخبيتي؟ خبيت شلون تخبيتي؟ انت خبيتيها؟ انت خبيتيها بعد هيك بدي اشوف الاكلات وين حياة الطن؟ ما بعرف هم الاكلات هم الاكلات بس شوف الاكلات وين حياة الطن؟ ما بعرف هلا بعطيكي الاكلات بعطيكي الاكلات هلا مين الرباح؟ مين الرباح شامو؟ وانتي وفاء انتي خسرتي يعني هلا انت صار لها اربع ايام اعطيني مخدة مخدة دخلي من دون مخدة بي اوكي هي هي دخلي دخلي استني شوي ما ادخلي 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 اوكي ايش هم دخلت هون هلا دخلي هون يلا باي شام باي خليني اتخبى بسرعة اتخبى هون انا
باي انا ماني مبينه. شامل ربحه طبعا انا راح ادور عليها وهي راح تتخبى. يلا شوف انا وامي اتخبى طبعا. لا 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 انت لحالك. يلا ما تخبي مشان تاخذي مشان اعطيكي جائزه كاندي كثير كثير كثير. اعطيك كاندي انا رايحه يلا دي. يلا دي 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 ولا راح تحس عليك وفاء. ايه تخبيت متأكدة؟ والله ولا اي بدايتين ما حتى مو دايتين ثاني. يلا دي اذا بتحسني ما رحت لاي وانا كده ما تخبيت لا هون ابدا. ما في شيء ما في شيء. تخبيت بمكان انت ما رح تعرفيه ابدا لا رح تحزري. ليك ليك لعيتية لقي بقصة متخبية بالغرفة وهدي الغرفة طلعت أنا متخبية كلكم ما راح تطول معي إلا زاني زاني. غشيت ماما غشيت غشيت مو غشيت ما راح أطلع غشيت عن جد غشيتي. ليش شفتيني عن تعال هون أنت متخبية محل سهل أنا شو أسوي؟ أنا شو ساوي؟ أنت مخبي بمحل سهل؟ أنت! زعلت منك! حتى ما بتعرف تحكي. إمام أنا شو ساوي؟ أنت مخبيتيها بمحل سهل، شو ساوي؟ يا حرام. ما كنت متوقعة أنها هي مخبية هون. بس كنتي أنت دوري هيك شوي بالبيت، يعني هيك قلت لي لك شوي، مو هيك رأساً تفتحي مين الربح هلا؟ لأنه هذا مخبأ السري، عن جد هذا مخبأ السري على طول لشام، فلذلك نحن دائماً بنكشفه. مين ربح هلا؟ مين ربح؟ ربح ربحت هي شامو صراحه. ربحت هي شامو اول مره. انا اول مره شامو شامو عشان ما تزعل. انا لا انا شامو عشان ما تزعل. وشامو لانه هي ربحت لازم تاخذ كل الكاندي اللي عبير هي مخبيه. هي اكلت نصها عن جد. لا هلا بحط لك اياها تكرم عينك يا شامو. ما مسوي ما مسوي لانش بوكس فيه حلويات. اي حبيبي يلا يلا تعي نسوي لك لانش بوكس. يلا بسرعه يلا دي يا زما عندي اسلاك اكثر انها تعمل لي فيه. يلا جيب الكاندي اللي عبير هي مخبيته. جيب الانواع جيب الانواع. وهني هذا الكاندي انا عم بقوله يا نو ماما عبير مخبيته عشان انا ما اكلهم. عبير لان عادتهم من مره هذا انستا عطا ياهم في المدرسه. انستا عطا ياهم عن جد؟ يا جماعة هذا الكيس الذي لقته وفاء مليان كاندي. وفاء اشتريته امبارح. وفاء اشتريته عني. وفاء اشتريته. أنا ما اشتريته. لا ما اشتريت شيء. أنا ضبط من البيت. لا لا عبير جابته لعمة إنه أنستا عطته إنه عبير ربحت. وفاء عبي لك كثير كاندي كثير. كثير؟ بكفي. هذا هيك الكاندي كان لشامو. ماشي عجبك؟ عجبك شامو؟ عجبتك أكل. الجائزة؟ أهم شيء إنه الجائزة من عبير. يا حرام عبير هلا قصدها تصير فيها ترجع من المدرسة. شام بس لا مو مشكلة بعطيها حقهم. أعطيه مصاري أول شيء مصاري. يا سلام بده مصاري؟ يا سلام بدها حق المصاري اذا بتطعميكي. والله حق ليش الكذب. هي طلعت هي طلعت والله اعطيتك ما كشفت حالها ابدا عن جد وفاء. هي ما كشفت حالها ابدا ما كشفت حالها ابدا بس كنتي كذبتيني انا ما كشفت حالي كمان. يا سلام
شلون يعني انت انت مخبيه يعني بحل واضح؟ انا فتحت قصدي المطبخ ما راح احسن افتحها زين تكون اشوفها ايش فيها. ايش عم تسوي؟ والله فتحتها كلها هيك دورت عليه دورت عليكم فيها. وهيك كان فيديو اليوم، وصلنا معكم لاخره الفيديو. حطوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا سلام.